مرحبا، شلونك عمو؟ يا مرحبا، يخليك ان شاء الله. عمو بدنا نحكي عن اليوم عن المشاركه. نعم. مشاركه دور النشر العربيه. نعم. مثل ما نعرف المشاركه اليوم هنا واسعه هذه السنه. نعم. فشلون نشوف الموضوع حضرتك؟ شلون؟ طبعا دار النشر هنا عراقي، هذه مشاركه لكم. هذه دار خاصه بكليه الكوت الجامعه. نعم. تنشر الكتب مجانا. فالمعرض يمثل ظاهره حضاريه، تبادل الثقافات والأفكار بين أبناء الوطن الواحد الدول العربية، نطلع على الثقافة المصرية السورية، كذلك ما يطلع على الثقافة، كذلك زيارة العراق معرفة موقفه الثقافي والتراث الذي يمتد إلى أكثر من 6000 سنة، حضارة العراق القديمة واليوم حضارة العراق الحديثة التي تتمثل بهذه المؤلفات الموجودة أمامكم التي تعكس التطور العلمي للعراق ولبغداد الجميلة. طيب عمو، شو نوعية الكتب الموجودة؟ تحدثنا عنها، لكن أريد أعرف إقبال الناس من قبل يعني الفئات العمرية اللي تقبل على شراء هذه الكتب منو؟ الحقيقة هذه الكتب هي ليست للبيع، إنما العرض، لأن معظمها يختص بالتدريس بالكلية والجامعة. طيب. معلومات عامة وكذلك معلومات مخصصه لطلاب الاقسام الموجوده عندنا. اذا لو شوف هاي الاقسام الموجوده عندنا، هاي اقسامنا، فمعظم الكتب تصب في هذه الداخلات. طيب عمو، شلون نشوف مشاركه بعض الدول بهذا المعرض؟ والله المشاركه مختلفه، بها مشاركه بعده دور وقسم مشاركه بدار واحده، وحسب العلاقة الثقافية بين العراق وتلك الدولة، كل ما تكون العلاقة متينة كل ما تكون المشاركة أكبر. بالضبط، احنا نشوف ما شاء الله مشاركات كثيرة ومشاركات واسعة بهذا المعرض وبهذه الدورة تحديدا. بالتأكيد صحيح، هذا المعرض يمثل يمكن أكبر تظاهرة ثقافية حضارية انعقدت خلال هذا العام. تمام، شكرا لك عم. أهلا وسهلا.